آمين. تعرفي ان المطر يوم ينزل نحن نفرح واجد، مثل ما انت عارفه ان البلاد محلانه وحتى مياه الشرب ما كثيره. الله يرحم عباده بس برحمته من اللي يسويوه. وايش ما يسويوه يا حرمه، اذا كان هذيك البلادين بو ليل ونهار الامطار فيها وبلادهم صايره خضره مو يعني من زود صلاتهم؟ ما تصدق تسمع سالفه الا تعلق عليها، ودر عنك السوالف وروح صلح لنا البيت. صلح من هين؟ هذا سبع رجال سأل حرمته. يا حرمة ما جغوازي من هنا صلحه. اتصرف، ما يخصني. ما تلي تقول رجال البيت وأنا رجال البيت. يلا يا رجال البيت أشوف. تصرف، شوف البيت، شوف حالته. هيش أسوي يعني؟ هيش أسوي؟ ما بدي حيلة ترى. شوف من البنك. البنك ما يعطوني لاني ضارب السقف عاد، ما يسلفوني، قالوا لي ما نسلفك. انزل شوف من عند حد من رباعتك. نقيت رباعتي عاد، ربعي خصم مني حفيانين ماشي عندهم بيسه. نعم وتو تو ماشي حيل الا بالله. حسنك انك ما تتعايف الكلام، البر ما تتعايف الكلام. يا حرمه ما مشكله اني ما تعايف الكلام، لكن المشكله من هنا قيب، من هنا قيب. والحل؟ الحل انا عندي حل. ايش رايش اروح اشتري وعيان زياده عن هذه الوعيان ونخليهن من هنا الين المبرد؟ لا حول ولا قوه الا بالله. انت تعرف لو ما كان سيل كنت تروح بيت عياني. سير بيت عيانش اتلقي بيت ابوش مسوي كمل مخل ويخر اكثر من اللي يخر بيتي. بيت ابوي ما يقطر، بيت ابوي جديد مسلح ما مثل ذي الخرابه. ايه نعم، نوبه هو أبوش متسلف من البنك على عدد شعر راسه إلى الحين ما باقت لغير شعرة واحدة. أبوي يعرف يتصرف ما مثلك أنت. إنزين سيري، باقي ذيك الشعرة وإذا صرت أتلقي بدونها. أو شمس. أيوة. أقول كيف لقيت بيت؟ من هين بلقى بيت وأنا في اليوم على ذي الحالة؟ كيف ما لقيت والجرايد تغرس إعلانات عن البيوت؟ والله حالة انت شكلك ما تشوف سيدك، ولا استعين بالخبير حمدان هو يعلمك ويمكن يترزق من وراك بعمولة. اقول حمدان خير يا اخي، ما حلو منك ساعد زميلنا، ولا يعني انت فزعان ما هيعطيك عمولة؟ يمكن حمد ودر عنك ذي السوالف، عد انت شوف ويجي هذاك هذاك مال شرية بيوت. كم من قصدك زين يعني؟ كم من قصدك؟ كما لا نقول بقى سيدك. ما لا تفقد لك الكلمة، قول لا قول كم عبيد. لا يا اخ عبيد يعني انت عاد لا تسيء الظن. حشيع، ما اسيء الظن ابدا، وخاصه على ذا متولفين انت وهذا الاخ، والمثل يقول اذا تولفوا حمد وحمدان هو خراب الدار. الله يهديك يا عبيد، عاد توعد انا وحمدان استوينا كما السن ورفاق. اكيد قاعدين تتكلموا على البيوت، كل حد يدور مصلحته. والله صدقك يا أخوي، حد يدور بيت وحد يدور عمولة. زين هذا بيت راوي، ها شوف ثلاث غرف وصالة ومطبخ وشكله بيت مناسب، لكن دعاء القيمة هي ما مكتوبة وفي العامرات. أكيد مو بغاي له 50,000 وأنا راس مالي 10,000، 40,000 أنا من هنا أجيبها. كأنك تحلم انت شامس، سألني انا عن السوق. كم بيطلع يعني؟ ترى يقول لك ثلاث غرف وصالة وفي العامرات. تأكد هناك كم مكتوب؟ 65,000. بس؟ ايوه بس. مناسب، هذا قبل سنة ما تلقى اقل عن 90,000. يعني يا جماعة الخير، يا جماعة الخير، انا عندي سؤال ومحيرني واجد واجد. خير؟ ايش هو السؤال؟ يعني تو هالارقام اللي انتو قاعدين تطريوها نفس الارقام اللي تقينا في الراتب؟ كيف يعني؟ يعني انا لو ما صرفت ولا ريال من راتبي وبغيت اشتري هذا البيت انا بطلع تقاعد
وولدي ما يطلع تقاعد وبعدنا ما بنسدد قيمة القرض. إنزين أنا عندي الحل. هات أبو الأفكار. نصبر على بيوتنا. لا يجيك بيت أجن منه. أقصد عن يجنن البيت اللي أنا جالس أحلم فيه. ما في حل إلا القرض الإسلامي. إسلامي؟ القرض الإسلامي؟ هذا عاد وحده سالفة. ما شاء الله ما شاء الله. السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله عليكم. هلا إن شاء الله. أشوفت أن حصة السوالف الصباحية طول اليوم. هلا إنسان. استريحوا استريحوا كل واحد مكانه. استريحوا استريحوا. عادت الساعة 9 وبعدها ما انتهت. حمدان؟ نعم سر. من فضلك هات التقرير اللي قلت لك عنه من يومين. تفضل سر. جاهز جاهز. ما شاء الله كلها هذه اوراق التقارير. بس على اساس تعرف استاذ يعني ايش كثر انا سهرت على اساس احصل هذه المعلومات والارقام. ما شاء الله عليك ما تقصر ما تقصر. واضح واضح. بس اشوف التقرير هذا مدعوم باوراق مهمه جدا. خرائط وكروكيات. نعم سار. الله ينعم عليك. مو الأقل مضيف منك. الظاهر أن أنا حطيت أوراق الأراضي والكروكيات داخل ملف بدل ما حطين في الترج. أبوي زين يوم أنه ما عصب عليك. حبيبي كلنا في الهوى سوا لكن عاد هذا عمولته فوق ما مال 100 و200 كمان احنا. قول السوق لين. أبوي حمدان هذا شاطر يحرص السوق لين يقوم من نومته ويضرب ضربته. لكن أبوي خلونا من هذه السالفة. إيش سالفة القرض الإسلامي هذه؟ أنا بكرة أروح البنك وأجيب لكم التفاصيل بالضبط. الشيمة الحقنا بالتفاصيل. وها لا تأخذ علينا عمولة. أنا صراحة هذه السالفة ما داخل مخي. قرض إسلامي معناته أنهم ما يأخذوا فايدة ولا ريال بس يسترقعوا فلوسهم. لكن عاد ما يأخذوا شيء أبدا. هذه صراحة حتى جمعيات الخيرية ما تسويها. يا أخي كيف هم يستفيدوا ها؟ سالفة القرض الإسلامي هذه أنا ما عارف لا راسة من ساس هالبر. أزيدك من الشعر بيت. شيمة شيمة زيدني. إذا تروح تحط عندهم فلوس يقول لك إحنا ما نعطيك فايدة إحنا بنك إسلامي. لكنهم هم يضربوا الفايدة من غواز الناس اللي مصدقينهم. معقولة؟ أسأل نعمة ونبغى لكن هذه حالة البيت. وحدي انكسر ظهري من الشغل. شوف كيف حالات هذاك البيت. لو يكون معنا مثله ما كان زين. لكن هذا حظي أنا. يا سلام يا سلام هذاك البيت الثاني كيف طالع. يا رب يا رب ارزقني بيت طابقين واسع. على الأقل يوم يقطر الطابق اللي فوق نهبط الطابق اللي تحت. بس هذي الأبوي ما يقطرن مصفدات تصفيد. أرعاتهم عندهم فلوس. ما مثل زوجي أنا المسكين ما رايم يدبر أموره. الله يعيني عليه. بس الله يعيني عليه. هذا بيت جانب سيارته القديمة. لا سيارة معنا مثل الخلق ولا بيت. يلا 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 هذاك البيت يوم أدرب ليلة القدر أتمنى يكون عندنا مثل هذاك البيت ويتعدل شكل عبيد شوية يكي غاوي شوية. ها بس ما واجد عني طمعن فيه الحريم. على الأقل يطلع مناسب حل واحدة حلوة مثلي. يا رب. جيت البيت. جيت شيخة. ندوش داخلي هذه الأغراض بجيب شمس السيارة. أكيد جايب لي مفاجأة. كيف وهي شيء مناسبة علشان أجيب ليش مفاجأة؟ ويعني لازم يكون شيء مناسبة عشان تجيب لي مفاجأة؟ أكيد بوي لازم تنسى كل يوم عيد زواجنا. تصدقي تصدقي إني كنت ناسي؟ من حقي أنسى من حقي موضوع صار له 20 سنة عاد. انسى على الأقل يعني جيب لي شيء ها فرحني فيه. ولا يهمش الشيء اللي قابلنا في السيارة أكيد بيفرحش. يعني أنا كنت في بالك حتى لو ما كنت بتذكر. بنت الحلال أنت الخير والبركة. وبعدين تعالي هنا لو قبت ليش مثلا وردة اللي ما تبضل مسيرها نتذبل. ولو قبت ليش على سبيل المثال مثلا عطر
بتبخبخي فيه ليل ونهار لين يخلص. لكن الشيف وقايب لش إياه بيظل سنين وسنين قدام بعد ما يموت. والله سير عقب جيبها سير. محمد دوح حبيب سير ودي لأخذ الثلاجة سير. هاي بصال عبيد ده ولا ابو جايب انك تفرحني فيه؟ وليش ما يفرحش ها؟ فرحني قولي سميت جايب لي قولي سميت انت عقل ولا مجنون؟ انا اعقل العقال اليوم. كيف يعني؟ اريد اصلح سطح بيتي يعني انا مجنون؟ مجنون وستين مجنون قولي سميت اقولك عيد زواجنا تقول لي قولي سميت. بتشوف يا عبيد بتشوف اذا جلست لك لحظه واحده في ذا البيت انا زهره بتحياني. اول باب اول باب 20 سنه وانت ذي الكلمه ما ودرتيها واتمنى يوم واحدة تنفذيها بس يوم واحدة بتشوف عم تسويها